بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح درس اكستنكشن، اخر درس في بريب 2. الدرس ده بنتكلم فيه على الاكستنكشن والانقراض، واحنا قلنا يعني ايه اكستنكشن، يعني جرادوال ديكريز ان نمبر اوف سبيشيز، يعني النقصان مستمر في عدد السبيشيز، وده بيسبب الانقراض التام للكائنات دي. وكنا اتكلمنا على فاكتورز سببت الاولد اكستنكشنز وفاكتورز ريسنت اكستنكشنز، وشرحناهم بالتفصيل في البارت اللي فات. النهارده هنتكلم مع بعض على الكوزز اوف ريسنت اكستنكشنز، وهي الاسباب اللي ادت الى دمار الكائنات في الفتره اللي احنا عايشين فيها دي. اولا ديستروينج ناتشرال هابيتات. ديستروينج ناتشرال هابيتات يعني ان انا ادمر البيئه اللي بيعيش فيها الكائن الحي، والليفنج اورجانيزمز الكائنات الارضيه، الكائنات اللي هي بتمشي على الارض، وان ثيرد يعني تلتها عايش جوه التروبيكال فورستس جوه الغابات. فانا لما اجي اقطع شجره H3 فورمس اشيلتر، بتوفر حمايه فور مور ذان 300 سبيشيز. تخيل ان الشجره الواحده بتحافظ على 300 نوع. يبقى انا لما بدمر الايه، مش بقطع الشجره بس، ده انا بقطع الشجره بموت الحيوانات والحشرات اللي عايشه على الايه الشجره دي. والاوفر كاتنج اوف فورستس، قطع الشجر ده بشكل جائر كده، بيسبب مشاكل جامده جدا. وساينتستس استيميت ذات وي لوز اباوت 68 سبيشيز اوف تري افري داي. تخيل الرقم مخيف على فكره، انك تختفي كل يوم 68 نوع من انواع الشجر. يعني انت عارف يعني ايه 68 نوع من انواع الشجر؟ يعني مثلا في شجر ال شجر الزينه مثلا، شجر التفاح، شجر مش عارف ايه، اشجار انواع كتير جدا، في ملايين الانواع. احنا كل يوم بنخسر 68 سبيشيز، في نوع كده من انواع الشجر بيختفي مع كوكب الارض بسبب الايه التعامل بتاعنا مع الغابات بشكل مش كويس. الحاجه الثانيه اللي بتسبب الريسنت اكستنكشن هي الاوفر هانتنج، الايه الصيد المستمر والصيد الجائر. الاوفر هانتنج از كونسيدرد وان اوف ذا موست امبورتنت causes of extinction of hundreds of reptiles and mammal species because it causes، لان هي بتسبب a continuous decrease without compensation، بتسبب نقصان مستمر بدون تعويض للايه النمبرز دي. طيب الاوفر هانتنج يعني ايه؟ اوفر هانتنج هانتنج ا وايلد انيمالز ان راندوم ان ريكونايزد او يعني ان اورجانيزد واي، يعني بتبقى عمليه غير منظمه وعشوائيه جدا، which exposed them to extinction، بسبب ان هم ينقرضوا. factors of over hunting، من عوامل ال over hunting، اولا absence of laws يعني غياب القوانين، progressive development in technology يعني of hunting weapons، تطور الاسلحة اللي بنصطاد بيها، واخر حاجة increasing rate of interested animals اللي هو فكرة انك ايه صناعة الشنط والكلام من ده، السكينس والفرس والفرو والجلد بتاع الحيوانات. يعني بص، التعبان اللي كان عايش ده، احنا رحنا موتنا التعبان وعملنا منه جزمة، او يعني انت تلبسي في رجلك تعبان، تخيلي. وعلى فكرة الحاجات دي بتبقى غالية جدا، ان انت مثلا تبقي معاكي شنطة، الشنطة دي من جلد مثلا التمساح، فدي حاجة يعني بقى قوية جدا وغالية جدا على فكرة. وفي ناس مهووسة بالموضوع ده، وفي مثلا ناس بتحب الناب بتاع وحيد القرن مثلا، وفي ناس بتحب مثلا عارف العاج، في حاجه اسمها العاج، العاج ده اللي هو الفيل بتلاقي ليه قرنين كده او بتاعتين طالعين كده، البتاعتين دول اغليين جدا جدا، يعني لو لقيت فيل موته بقى وخد من الحاجات دي وباعها. طبعا يبقى انت لو موتته هيبقى انت هتعمل اوفر هانتنج، يبقى انت ايه بتعمل ريسنت اكستنكشن وبتموت الكائنات. طيب انفايرمنت بوليوشن او انفيرمنتال بوليوشن، التلوث البيئي دي من اسباب برضو الاكستنكشن، الريسنت اكستنكشن من اسباب يعني الفاكتورز اوف ريسنت اكستنكشن. الاكزامبلز على انفيرمنتال بوليوشن، اسيديك رينز فول ويتش ديستروي ذا فورستس اند تري، كيميكال انسكتسايدز المبيدات الحشريه، والاويل ليك ان اوشن، يعني بتلاقي السفن نمبر 3 دي، تلاقي السفن ماشيه في البحر وعماله تنقط زيت وعماله ترمي زيوت البترول وكلام من ده جوه البحر، فبتموت الايه الكائنات.
ومن الاسباب برضو اللي بتؤدي الى الريسنت اكستنكشن هي الكلايماتيك تشينجز، الدروتس والتورنيدوس والفلودز واللايتنينج والكلام ده كله، كل الحاجات دي بتسبب الايه، بتسبب الانقراض للكائنات الحيه. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على فكره الفاكتورز دي، ان في فاكتورز حصلت زمان وفي فاكتورز ريسنت. الريسنت احنا اتكلمنا عليهم بالتفصيل، الديستروينج هابيتيت ماشي، والاوفر ديستروينج هابيتيت زي ما قلنا بنقطع الشجر، والاوفر هانتنج، والانفيرمنتال بوليوشن، والكلايماتيك تشينجز. طيب الاكستنكت اند اندنجرد سبيشيز، في فرق بين كلمه اكستنكت وبين كلمه اندنجرد. كلمه اندنجرد يعني هو معرض للانقراض، خلاص هيموتوا، انما الاكستنكت دول اتكلوا على الله خلاص ماتوا، يعني هو خلاص دول مش موجودين اصلا. ففيرست احنا هندرس الاكستنكت سبيشيز، هندرس الكائنات اللي انقرضت. The number of living organisms now، الكائنات اللي عايشة حالياً 1 أو 10 million species. About 138 species become extinct every day. تخيل الرقم، يعني هم 10 million species عايشين حالياً، 138 واحد أو نوع منهم بينقرضوا كل يوم. يعني مثلاً نفترض إن في نوع نمل معين، أو إن النمل اللي في حياتنا 1000 نوع، في منهم نوع بيموت كل يوم، يعني على كمان 1000 يوم كده هيكونوا ماتوا كلهم، الكون بيتدمر. يعني احنا عندنا مشكله في موضوع الانقراض ده. Example of some extinct species in old times، في العصور اللي فاتت، الديناصورس والماموث، دولت كانوا من اشهر الايه الكائنات. ولكن كان في كائنات تانية extinct in recent times، في كائنات يعني ماتت في العصور اللي احنا عايشين فيها حاليا، زي دودو بيرد ده كان كائن عايش وكان زي الفل، كان انديان ايلاندز، كان عايش في الجزر الهنديه ومات ماشي. والكوز اوف اكستنكشن، السبب اللي هو مات عشانه، ات از ايزي تارجت فور هانتر. هو اصلا كان في كرتون في الدودو ده، مش فاكر كان اسمه كرتون ايه، كان في كرتون جايب شخصيه الدودو ده، وكان سهل في الاصطياد، دي الاسباب يعني كان سهل في الاصطياد. و ذا ريديوس سايز اوف وينجز، حجم ايديه حجم جناحاته الصغيره خلته it's non flying bird، ما كانش بيقدر يطير. it's short legs so can't run fast، ولا قادر يجري ولا قادر يطير ولا قادر يعمل اي حاجه فانقرض. الباسنجر بيجيون دوت كان برضو من الحاجات الطيور اللي عايشه في نورث امريكا، وبرضو من اسباب الاكستنكشن بتاعته اللي هي الكاتنج اوف ذا اوك اند بيتش تري، قطعوا الاشجار اللي هو بيعيش عليها، فحصل ماس هانتنج للبيرد ده ومات ماشي. الحاجات دي كلها تقعد تقراها يعني. الكواجا من الكائنات برضو اللي انقرضت ماشي، كونتينوس هانتنج، كان كائن كده جميل، ده ممل ماشي، يعني بيولد، وده كان يعني هو التطور ما بين الهورس والزبرا، يعني حاجه كده كان شكلها جميل جدا والله. التسمانيان دوت كان برضو كائن كده غريب عامل زي القطه ماشي، نفس الكلام برضو كله ايه هانتنج ماشي. المهم انك تعرف اساميهم. والجولدن فيش برضو ماتت في او انقرضت في ماي 1989. الفكره كلها ان الجولدن فيش دي ماتت وانقرضت خلاص، تعرف اساميهم بس، انا عايزك تعرف اساميهم والكوز اوف اكستنكشن. طيب examples بقى of endangered. endangered يعني كائنات يعني عارف انت اللي هي قربت خلاص تنقرض يعني. example of some endangered species من الفصائل اللي خلاص بتتودع اللي هي بتموت خلاص. there are about 5000 endangered species، sorry 5000 endangered species. The most popular of them، الأشهرهم الباندا، طبعا كائن الباندا قرب يتكل على الله، الرينكوسيرس وحيد القرن، وأعتقد أنه مات خلاص، البلاد إيجل، الإيبس بيرد، والبيبرز بلانت، النبات البردي يعني. الباندا طبعا بيتغذى على البامبو، إنها بتيت على البامبو فورست، بيعيش على نبات البامبو. طب ايه مشاكلك انت endangered ليه، يعني قربت تموت ليه؟ لان weak rates of reproduction، ما بيخلفش يعني، عامل زي البطة يعني ما بيتجوزوش وبيخلفوش كده، مش لا يعني ممكن يقعد طول حياته كده ما يتجوزش. rareness of bamboo plant، هو بيحب ياكل البامبو، ساق البامبو ده،
فما بيجيبوا له مثلا اي اكل تاني يقول لك لا انا عاوز بامبو. طب ما هو مفيش بامبو يعني. المهم بيموت يعني. كائن باندا ده كائن غريب شويه وجميل جدا، واكيد البنات كلها تزعل لو الباندا حصل له اكستنكشن يعني. تخيلوا بقى انتوا عشان تفهموا المومنت اوف اكستنكشن، لو البنات مثلا عرفت ان النهارده اخر باندا ماتت من الكون وخلاص مفيش باندا بقى كده خالص، اكيد حاجه تزعل يعني. الرينكو سيرس اللي هو وحيد القرن ده برضو عنده مشاكل، اللي هو اوفر هانتنج، حصل له برضو اوفر هانتنج في الفتره الاخيره ومعرض للانقراض. البالد ايجل اللي هو النسر بتاع امريكا اللي هو العلامه بتاعت امريكا برضو اندنجرد، والايبس بيرد برضو، والبيبرز بلانت. كل دول البيبرز بلانت اللي هو نبات البرد اللي كان الفراعنه بيكتبوا عليه في الابر نايل يعني، ماشي، وكان بيستخدم في الرايتنج بيبرز. ده كده اخر حاجه يعني، دي كده الجزئيه بتاعه الاندنجرد ايه انيمالز. احنا اتكلمنا على الاكستنكشن والاندنجرد. طيب فاضل لنا اخر حاجه وهي فكره الفود تشين. فود تشين يعني سلسله من الطاقه بتتنقل من كائنات للتانية. يعني فكره ان انا ان الارنب ياكل البلانت، وبعدين الاسد يجي ياكل الارنب، وبعدين التعبان ياكل الاسد. الفكره اللي هي ايه؟ ان الفود تشين الدايره الطويله، او ان كل الكائنات بتكمل بعض. ففود تشين يعني ايه؟ از ا باث اوف انرجي، ده عباره عن طريق للانرجي ذات ترانسميت فروم ليفنج اورجانيزم تو انذر ان ايكو سيستم. ايه معنى كلمه ايكو سيستم؟ الايكو سيستم دي حاجه مهمه جدا. يعني الايكو سيستم ده نظام بيئي، يعني نظام كائنات كلها عايشة مع بعض في المكان ده ومستقرة مع بعض، وغياب واحد منهم يأثر على الباقيين. يعني انت الوقتي مثلا عايش في الصحراء، فالصحراء دي مثلا الكائنات اللي هي الزواحف الصغيرة العقارب والكلام ده بتتغذى على نبات الصبار، وهو اصلا كده كده النبات ده قليل جدا في الصحراء. فتخيل ان في يوم من الايام نبات الصبار ده اختفى من الصحراء تماما، فتلاقي ان العقارب ماتت، وبعد ما العقارب ماتت التعابين ماتت، فالبيئه بتتدمر. الفكره كلها ان الايكو سيستم يعني نظام بيئي مقفول على بعضه، كله معتمد على بعضه. فاحنا عندنا نوعين من السمبل ايكو من الايكو سيستم. عندنا حاجه اسمها سمبل ايكو سيستم وكومبليكيتد ايكو سيستم، وبيجي في الامتحان كتير الكلام ده على فكره جدا. يعني يسيبوا درس الاكستنكشن كله وتلاقي الامتحان جاي من الجزئيه دي، سمبل ايكو سيستم وكومبليكيتد ايكو سيستم. ايه الفرق بين السمبل وبين الكومبليكيتد؟ السيمبل ايكو سيستم بيبقى عنده فيو ممبرز، الكائنات اللي بتعيش في النظام ده قليله جدا مش كتير. وكومبليكيتد ايكو سيستم بيبقى الكومبليكيتد ده فيه مالتيبل مالتيبل ممبرز، يبقى ده كاركترايزد باي فيو ممبرز، هنا لارج لارج نمبر اوف ممبرز. طيب ايه بقى تاني؟ سيفرلي افكتد باي ابسنس اوف وان اوف سبيشيز، يبقى لو واحد غاب الباقيين يتاثروا. Because the rarity يعني بسبب ندرة of alternative that compensates this absence، يعني ما فيش حاجة تعوض الـ absence ده. فالأهم معلومة عن الـ simple ecosystem إن هو few members، وإن هو affected by absence of one species. هنا multiple members اللي هو في الـ complicated and not affected. طبعا ده الـ tropical ده أو الـ complicated ده بيبقى فيه آلاف وملايين الكائنات، فلو واحد مات عادي يعني ما بيأثرش في الباقيين او اللي بيكون ليه بديل يعني. اكزامبل على السيمبل ايكو سيستم الديزرت، اكزامبل على الكومبليكيتد التروبيكال فورست. يبقى ملخص اللي احنا بنتكلم فيه يعني ان السيمبل ايكو سيستم ده it is an ecosystem that has few members and is severely affected by absence of one of these species. الكومبليكيتد ايكو سيستم ده عباره عن ايكو سيستم that has multiple members and is not affected much by absence of one of species. وعلشان نحافظ على الكائنات من عملية الانقراض عملنا لهم حاجة اسمها المحمية الطبيعية. المحمية الطبيعية دي مكان بيبقى مجمع كل الكائنات اللي هتنقرض ومحافظ عليها، فبنسميها Natural Protectorate. Natural Protectorate يعني المحمية الطبيعية. They are safe areas، دي مناطق بتبقى آمنة. Established to protect endangered species in their homeland، يعني بيحافظ عليهم في مكانهم، بيخليهم يعيشوا في مكانهم ويحافظ عليهم. زي محميات ايه موجودة في مصر؟ في مصر في محمية اسمها راس محمد بروتكتريت،
انما في العالم في محميات ضخمه زي البلوستون بروتكتريت في اليو اس اي، الباندا بروتكتريت في تشاينا، وطبعا راس محمد بروتكتريت في ايجيبت. ده كده درس الاكستنكشن. اظن ان هو درس على فكره درس ممتع جدا وسهل ما فيهوش اي مشاكل. اتكلمنا فيه في الاول عن معنى كلمه اكستنكشن ومومنت اوف اكستنكشن والفاكتورز اللي بتسبب الاكستنكشن زي الاوفر هانتنج وغيره، واتكلمنا بعد كده على معنى كلمه اكستنكت، واتكلمنا على ان الديناصورس والكلام ده كان اكستنكت وفي الاندنجرد بقى واكزامبلز عليهم تقعد تحفظ الاكستنكت والاندنجرد، واتكلمنا عن الفود تشين والسمبل ايكو سيستم والكومبليكيتد ايكو سيستم وواتس مينت باي بروتكتريت، وتعرفنا على اكزامبلز على بروتكتريت. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم وكلكم تجيبوا فول مارك باذن الله. لينك الملزمة دي هتلاقوها تحت الفيديو إن شاء الله، ونتقابل في فيديوهات تانية كتيرة. بتمنى لكم كل التوفيق مرة تانية. كنت معاكم مستر أحمد الباشا، مع السلامة.